جديد يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. مستمرين بتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة نظرا لأهميتها بالمجتمع. دائما كنا عم نحكي وكان عم يحكي الأستاذ مياد خير بيك عن أهمية العمل لو أنه مشاريع متناهية في الصغر. دائما لما نحن مننمي الفرد أكيد رح ينعكس على المجتمع وبالنهاية على البلد بشكل عام. كنا مع هزار وهلأ رح تكون معنا سوسن حمشو لحتى تحكي لنا أكثر عن مشروعها اللي اختصت فيه وحبت انه اطوره اكثر واكثر. يسعد صباحك يا سوسن. صباحك يا رب. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. بدايه خلينا هيك نحكي اليوم عنا مشروع صغير، خلينا نحكي عن هذا المشروع، كيف بلش؟ شو الفكره؟ من امتى بلش؟ بلش من سنه تقريبا. انا كان مجال دراستي هو الكيمياء. حلو. فمن ورا الكيمياء عملت تعمقت فيها كثير ودخلت كورسات وقدرت اعمل منتجات طبيعيه وتكون امنه على البشر. حلو. يعني انت اختصاصك مشروعك هلا هو مستحضرات التجميل بكل ما يخص فيه. انا شايفه سبلاشات مسكتها، احكي لنا اكثر عن المنتجات اللي في سبلاشات، جلوس، تنت، مورد خدود، وهايلايتر، ومزيل تعرق، وواقي شمسي، وجل حواجب. حلو. هاد نحن بنعرف خصائص كل هدول بسبب دراستنا لعلم الكيمياء. يعني احنا هون حاولنا نبعد عن النمطية بدراسة الكيمياء. يعني انا بدي افتح صيدلية واقعد انا عم اشتغل على الادوية، بينما لا، سوسن شفناها راحت لغير مجال. قد ايه مهم الواحد يفكر خارج الصندوق سوسن مشان ما نكون كلنا نسخة عن بعض؟ خليني اقول هلا في الكيمياء هي كذا اختصاص، فكل حدا هو شو بحب بيدخل الاختصاص اللي هو حاببه. تمام. فانا حبيت هيدا المجال وحبيت ادخل فيه واشتغلت فيه. ده حلو تماما. انا كنت عم بحكي عن الصيدلي، ما بعرف ايش خطر لي انك انت قلتي لي دارسه صيدلي. لهيك انا سؤالي كان عن الصيدلي. هو متصور بعيد تماما. فكره قريبه شوي. قريبه بس ان الكيمياء ما رح يفتح صيدليه يا زلمه. لا بس انه دائما عم نشوف اكثر طلاب الكيمياء عن جد عم بيكون عندهم مشاريع صغيره يعني بتخص هاي القصص هاي. تماما. فممكن بتدرسوا ضمن دراستكم تاثير قصص مثلا على تفاعلات المواد، شو هي المواد الفعاله وهيك قصص. لا فهذا الشيء بيفيد. طيب كيف الفكره، خلينا نقول امتى هيك الفكره لمعت براسك؟ هو من اول ما دخلت للفرع، بعدين من سنه بلشت اشتغل على هي القصه. حلو. وقتها سجلت الكورسات. اول قصه سويتيها شو هي كانت؟ السبلاش. وين جربتيها انت ولا عطيتي حدا يجربها؟ لا جربتها انا اول شيء. يعني اثبتت فعاليه عليك. اول شيء جربتها انا، بعدين صرت سوق. حلو حلو. انت امتى تخرجتي من الكيمياء؟ ما تخرجت، انا لساتني طالبه. صرتك طالبه كمان. حلو. من هلا هيك نحن عم نفكر ونحاول انه نستفاد من الدراسه العلميه اللي نحن عندنا. انا لساتني طالبه. حلو حلو كثير. طب بدنا عم نحكي يا زلمه فكره كثير مهمه انه جربتيها انت. دائما يمكن النقطه هلا كثير في مشاريع صغيره، كنا عم نحكي نحن كثير في اشخاص عم يعتمدوا على حالهم ياسسوا لا مشاريع صغيره، فيعني في منافسه بهيدا المجال. شو اهم النقطه لحتى نحن تثبت حالها بالمجتمع او بسوق العمل؟ خليني اقول هلا من هلا كل حدا مثلا زملائي بالمهنه بيشتغلوا نفس القصص، فكل حدا عنده لمسه خاصه بحطها بمشروعه، وكل حدا بيتميز عن الثاني بشيء معين هو عامله. حلو حلو. يمكن والثبات مثلا بالنسبه عم بحكي لسبلاش مثلا موجودة المنتج. تماما. فهذا كله بيلعب دور وبيترك. حلو. طيب كيف اليوم عم نسوق بظل مثل ما عم تحكوا؟ انا ما كثير عندي خبره بالقصص، بس من كثر الضيوف اللي عم يجونا عم بيكون في كثير في فعلا مشاريع صغيره بهي القصص. كيف عم بتكون عمليه التسويق وعم بيكون في اقبال على هي القصه؟ هلا مثل ما بتعرفوا نحن هلا بعصر السوشيال ميديا، فانا عن طريق حسابي على الانستغرام او على الفيسبوك بسوق هيدا الشيء، وبحط مثلا فيدباك تبع الناس اللي بيعطوني ردود، بنزلهم ستوريات، فالعالم تتشجع وبتاخذ من عندي. نحن هلا مركزين على سبلاش والتنت وجال الحواجب ومرتب شفايف. حلو. كمان رح نشوف مجموعه من المنتجات اللي انت بتشتغلي عليها. خليني اقول مين كان الداعم الاساسي لسوسن بالبدايه؟ ونحن عم نشوف طبعا هلا رح نشوف الصور معنا. اهلي ورفقاتي. والداعم الاكبر لإلي هو عمي. اسمه عمي اياد. هو شخص كثير بحبه، فهو كمان دعمني كثير.
كيف كان يعطوا آراءهم علا؟ أنا بهيك كانوا دائما يدعموني ويشجعوني. بدنا يعني كانوا مثلا كان في حدا فعلا ما يجامل يقول لك الصراحة إنه هذا المنتج مو ظابط مثلا. إيه ممكن يصير معي هيك قصص أحيانا، بس عادي إنه ما يأثر فيني، إنه أنا أعرف شو عاملة وكون مجربته على حالي. يعني في ثقة خلينا نقول بالمنتج. تكوني متأكدة من المنتج اللي عندك. طبعا كادر الشباب، بس بدنا الصور اللي نحن حتى نحكي أكثر عن المنتجات. طبعا هلا بدنا نقول انه مثل ما حكى يزن، يمكن في اول شيء انه في حدا مثلا بيقول انه والله يمكن لسه لازم تزيد التركيز. بدنا نحكي عن هدول شو يا سوسان؟ هلا هيدا تنت كريمي. تنت كريمي. هلا شو المكونات الاساسيه اللي بتكون له يا سوسان؟ هي قاعده كريم وبحطوا لها ملون ومنكه مشان تطلع ريحة طيبة. حلو. طيب هدول المواد من وين بنجيبهم؟ طبيعيين؟ شو الوضع؟ كيف؟ لا هي مواد طبيعية. انت بتتعاملي مع حدا بيشتغل مواد طبيعية؟ لانه هون كتير مهم جودة المنتج، خليني اقول سوسن لحتى بالفعل يكون الي اسم. هدول كمان نفس الشيء تنت ما؟ ايه هيدا تنت سائل وكريمي وسبلاش. طيب برأيك سوسن اليوم نرجع لعملية التسويق، برأيك الصور هي كافية بالتسويق او لا لازم تساوي فيديو مثلا كيف كان تأثير المنتج او شو ساوى المنتج او شو غير المنتج؟ هلا هو من خلال المحتوى اللي انا عم امشي عليه على انستغرام بنزل شو المنتج، شو في مواد مثلا وهي الماده شو بتعمل، فيديو او صوره مثلا. فيديو او صوره. حلو. سوسن خلينا نحكي هيك شوي بصراحه، طالما انت اختصاصك كيمياء، منيجي نحن بنفتح على اي صفحه انستغرام فيسبوك اي شيء بيعطوني اسم ماده انه هي بتعمل نضاره، بتعمل تفتيح للبشره، بتسكر مسام، الى الى اخره الى اخره. بس دائما او معظم الاحيان خليني اقول بجيب المنتج بالفعل ما بيكون بهيدي الجوده اللي نحن عاطينا اياها. هذا مهم ابني ثقه ما بيني انا وبين الزبون اللي انا عندي، لانه في كثير اشخاص وبالفعل انت يمكن انت حد اشخاص هاد الاشخاص مجربه هدول القصص وانه لا ما استفدت منهم، او مثلا سبلاش هيدي ريحته بتضل 48 ساعه بجيب انا ما بشم ريحته حتى لما أنا اول ما بخها. يعني خليني اقول احكي لنا اكثر سوسن. هلا بالنهايه هيدا الشيء بيرجع للمواد اللي هو الشخص عم يستخدمها. تمام. مثل انا بدور على اماكن انه جيب فيها المواد الاوليه تكون بجوده عاليه. تماما. فالزبون لما بياخذ من عندي اول مره وبيشوف انه هيدا الشيء كان كتير منيح، تماما، فبيرجع بتجرأ وبياخد تاني مرة مثلا بدل أهله ورفقاته، فهيك بصير في ثقة. يعني تماما إنه كتير مهم، إنه مثل ما عم قلك يعني أنا مثلا من الأشخاص اللي كتير كل يوم بشوف شغلة إنه والله شكله كتير منيح، كلنا بجيبه إنه لا يا ريت لو ما جبته يعني. كلنا وتساوي أبديت على المنتجات، يعني في بعض مثلا أو مثلا تعديلات معينة كل فترة والتانية أو لا خلص أنا ثبتت على؟ لا مبلا بعمل. هلا كل ما تعرفت على شيء جديد مثلا فيني زيد على قاعدة الكريم، فيني زيد مواد فعالة تكون كتير منيحة، فأنا دائما بجدد. منتج جديد مثلا حبيتي هيك مو متساوى أبدا، أو مثلا فكرة منتج ما بعرف شو هيك ممكن يخطر على بال الشخص، فكر دائما بهدول الشغلات انه بدك تسوي شيء مختلف. ايه طبعا دائما بفكر انه اعمل شغلات ما حدا عاملها. حلو كتير. يزن كان عم يحكي عن التسويق، يمكن نحن بنعتمد على شو، على صفحات التواصل الاجتماعي. بجامعة تشرين في العديد من المعارض عم تنقم، شاركت سوسن بمعرض؟ حلو. شاركت مرتين، مره بمعرض كلية العلوم ومره بالنيسان الخير، معرض نيسان الخير بالمكتبة المركزية. انا بحس المعارض يعني هي وخاصة بالجامعات، يعني بالمناطق او خلينا نقول بالاماكن اللي بيكون فيها الجيل اللي بيحب او اللي عنده رغبة كتير كبيرة بهي القصص، صحيح، انه بيكون لها فائدة كتير كبيرة. ايه طبعا. هلا في كتير ناس عرفوني اكثر من بعد المعارض، فصاروا يرجعوا يحاكوني مثلا يقولوا لي بدي من الشغلة اللي اخذناها منك بالمعرض. حلو. حلو. فكانت تجربة كتير حلوة. قديه هيك قديه بتحسي بالفخر انه ياي انا هاد صار عندي مشروع له اسمه؟ كتير كتير احيانا عندي فخر بحالي انه انا بعمر صغيرة قدرت اعمل هيدا الشيء واعتمد على حالي. قال هلا هيك سؤال، انت اللي استخدمتيه هو تنت من اللي من اللي يعني. واو انا من اول ما فتت وانا اقول كثير حلو البلاشر تبع ما بحط الا من منتجاتي. لا لاني انا من اول ما فتت هيك اللي لفت لي نظري هو البلاشر تبع الخدود. لا كثير حلو، يعني هيك مبين انه هيك شفنا شيء على ارض الواقع سوسن. هي على فكره حلاوه القصه انه انا اللي بيساويك بنفسه ما ظلمك يعني. تماما. فانه الشخص اللي بيستخدم منتجاته فهي ثقه كبيره والله. طبعا.
طبعا. تماما. بدنا نحكي عن العيله، دائما العيله هي الداعم الاول، وحكيتي انه عمك كمان داعم اول، بس كمان احيانا خليني اقول بيكون في انتقادات سلبيه مثلا، كيف نحن وخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي. لا ما ننسى اعداء النجاح. تماما، اكيد اعداء النجاح، كيف نتعامل معهم لهيدون الاشخاص سوسن؟ هلا اول فتره انا ما اشتغلت فيها زملائي اغلبهم بيشتغلوا مثلي، تمام، فصار يصير حكي انه مثلا انا قلدهم واعمل مثلهم، فانا ابدا ما كنت اتاثر. يعني عادي ما بتفرق معي. بس في شغله انا دائما بقولها، وقت الواحد بيكون بلش بنجاح او عم ينجح وعم بيلاقي اصداء لنجاحه، حتى مجرد ذكر اشخاص هيك ما له داعي، يعني بكفي بيمشي وبيستمر. بالعكس هدول اللي بيسمون اعداء نجاح بيصيروا اصدقاء للنجاح بعدين، يعني بيصيروا هن بدهم يجوا رضاك، هن بدهم يصالحوك، تكملي استمري. لهيك بدي اسالك، شو الشيء اللي جاي، شو الخطط المستقبليه اللي عم ترسميها هلا حاليا؟ هلا انا بما انه عم ادرس لهلا لسه ما مفكره بشيء، بس ان شاء الله بس خلص دراسه بحب وسع، انه وسع المناطق اللي تصير العالم تعرفني اكثر. حلو، وسع الانتشار سوق العمل عم اشتغل عليه، انه مثلا افتح محل خاص فيني يكون عباره عن المنتجات اللي الي. حلو كثير يا سوسن، يعطيكي الف عافيه. كلمه شكر لمين بدنا نقول شكرا؟ لكل الاشخاص اللي ساعدوك، تفضلي. شكرا لاهلي وقرايبيني ورفقاتي، كلهم هن ساعدوني ودعموني وكانوا دائما معي كل خطوه بخطوه. يعطيك الف عافيه، ان شاء الله عليك، ان شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا كثير لك سوسن حمشو، مؤسسه مشروع منزلي صغير، وان شاء الله يا رب يكون هيك مشروع، مو منزلي، خلينا نقول مشروع صناعي كبير ان شاء الله يا رب بالمستقبل، ونشوفك من اهم دكتوره بالكيمياء كمان، شغله مهمه. شكرا كثير لك يا سوسن، بالتوفيق يا رب. شكرا لك، بتصير براند. يعطيك العافيه سوسن، شكرا.